صرح وزير الخارجية النمساوي بأن دول الاتحاد الأوروبي المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال ليس لديها نية لسحب جنودها من جنوب لبنان على الرغم من دعوات إسرائيل للقيام بذلك. وتقول الأمم المتحدة إنه منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية مستهدفة مقاتلي حزب الله في الأول من أكتوبر الماضي الجاري تعرضت مواقع اليونيفال لإطلاق نار واقتحمت دبابتان إسرائيليتان بوابات إحدى قواعدها وأصيب 5 من أفراد القوات حفظ السلام. We have reached out to our Israeli friend to make our position.